بجد كلام مهم من الكابتن محمد شرف، وانا عارف مدى ارتباطك طبعا بالكابتن محمد شرف، ومش عايز انسى برضو واحد من المدربين اللي كان ليه بصمه معاك، الكابتن احمد سراج، ومدربين كتير مرت على فريق النادي الاهلي وفي القياده الفنيه. زياد، مبروك على الفوز، ودي مسؤوليه كبيره جدا كلام المدربين عنك. الحمد لله، بشكر ربنا على المكسب النهارده، كان مكسب مهم جدا، خلينا في ان شاء الله ننافس على الدوري. هو الدوري لسه في الملعب يعني ما خلصش. الحمد لله على المكسب، وبشكر طبعا كل المدربين اللي ساعدوني في ان احنا نبقى هنا ويبقى لينا اسم ونبقى في الفريق الاول، فبشكرهم يعني. زياد، دايما زياد ليه لمسات فنيه ولمحات فنيه، وجمهور النادي الاهلي بيبقى قاعد مستني اللمسه الفنيه واللمحه الفنيه، واحنا شفنا حاجه كده من رمضان. في رمضان يا زياد، لمسه من لمسات زياد. الحمد لله. والله ده بص، كلنا بنتعب وبنجتهد، فربنا بيكرمنا يعني، فالحمد لله ده مجهود الفرقه كلها يعني، الحمد لله. زياد، الفوز النهارده بيمثل لكم ايه قبل المباراه القادمه اللي هي في غايه الاهميه امام فريق طلائع الجيش؟ بيدينا دفعه مهمه جدا، وان احنا موجودين، الدوري ما خلصش ولسه بدري يعني، ان شاء الله الدوري هناخده. الرساله اللي تقولها لكل جماهير النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي قبل مواجهه الجيش والمباراه الاخيره امام الجونه، احنا عايزين البطوله يا زياد. اقول للعيبه ان شاء الله احنا مركزين، وان شاء الله الدوري بتاعنا، وكلنا بنتكلم في الموضوع ده، وان شاء الله الجمهور يبقى في ظهرنا بقى وناخد البطوله. تقول لي بقى لعيبتنا اللي موجوده في المغرب ماتش الرجاء، تقول لهم ايه؟ ربنا يكرمهم ان شاء الله ويرجعوا منتصرين ان شاء الله. باذن الله. ان شاء الله حبيبي. مستمرين.